بعالمنا الحديث الحريات شبه مفقودة بكل المجالات، وقدي حلو أنه يقدر الشخص يشعر بالحرية المطلقة بالقليلة بعمله. ضيفنا هلأ مشاهدينا من هالأشخاص ناقد شاعر وفنان تجريدي أردني عبر سنين قدم لنا سلسلة من الأعمال الناجحة وقدر يخلق أسلوب مختلف بالتفكير وأسلوب خاص بالفن. برحب بالفنان التشكيلي التجريدي محمد العامري. أهلا وسهلا فيك. أهلا سيد محمد، شرفتنا باستوديوهات الام تي في. حضرتك من الفنانين اللي يعتبروا مثال للفن الاردني لما بيكون في طلب على فنانين من هالنوع، وبعرف انه حضرتك بتتجول بالعالم وبتمثل الاردن بعالم الفن، حملت مناصب عديده عبر سنين، وحاليا حضرتك مدير معهد الفنون الجميله بوزاره الثقافه بالاردن. اليوم بدنا نركز على اخر مجموعه لك بالفن التجريدي بعنوان حاله حب، اللي افتتحت من يومين ب 9 نيسان بصالة جاليري أرجوان ومستمرة لغاية آخر الشهر. ابتديت حديثي مع الكلام عن الحريات، ومثل ما قلت الحريات اليوم شبه مفقودة للأسف، والفنان اللي بيقدر يشعر بالحرية بعمله وعنده مساحة للتعبير ما إلى حدود. حضرتك من البداية قدرت تجمع بين عالمين، عالم الشعر وعالم الفن، إنما وين كانت البداية لك بأي عالم؟ يعني بالبدايات دائما بقول انه الرسم او نعم. الصورة تسبق الكلمة. يعني في البدء كانت الصورة بالنسبة نعم. لي. بديت ارسم طبعا كطفل يعبث بالاقلام ويرسم اشكال متخيلة، وانا كان حظي كثير جيد كابن قبيله كبيره انه اهلي متعلمين. نعم، من عائله مثقفه جدا. نعم، وولدت في عائله ادباء وشعراء، في عائله ثقافيه كلهم ادباء وشعراء، وهذا امر ساعدني جدا ان تكون حاضنه هذا البيت، يكون حاضنه لمواهبي سواء كانت بالكتابه او بالرسم. نعم. شو الاشياء اللي كانت او المواضيع اللي كانت تلفتك ببدايتك حتى ترسمها او تجسدها على لوحه؟ اكثر مواضيع كانت تلفتني اللي هي تشكلات الغيم بالسماء. لان احنا في عندنا مزرعه في الاغوار، وعشت في وادي الاردن المحاذي لفلسطين. نعم. وهي القريه يعني تعطيك مساحه من الحريه للاطلاع على الطبيعه والاشتباك مع الطبيعه بشكل مباشر. فكانت يعني مهووس بتشكيلات الغيم، بحس انها بعض الاوقات ثيران او خيول او طيور تتحرك بالسماء، وهي خلتني احب في بداياتي فنان اسمه سلفادور دالي. نعم. الفنان الاسباني السريالي اشتهر بلوحاته. نعم، السريالي. طبيعة. فكان يبدو سلفادور دالي اقرب الى مخيلتي من اي فنان بالبدايات، وبدأت اقلد سلفادور دالي في البدايات، ومن ثم اتجهت نحو تسجيل الواقعية، البيوت، اللاندسكيب، ومن ثم تطورنا إلى نعم. أكثر من مدرسة لحد المدرسة إلى حالة حب إلى اليوم. حالة حب. هل درست الرسم؟ يعني هل نميت هالموهبة؟ نعم، الموهبة يعني انتظرت، علما أنه كثير من الفنانين بيعتبروا أنه الموهبة هي بالفطرة بتجي، مش بحاجة لتنمية بالدراسة. الموهبة هي الأصل، الموهبة نعم. هي الأصل، وممارسة تطوير الموهبة مهم جدا، والوعي الثقافي بالموهبة أيضا مهم. فأريد أن أضرب مثالا على هناك كثير من دكاترة اللغة العربية لا يستطيع أن يكون محمود درويش أو أن يكون أدونيس نعم. أو أن يكون أنس الحاج. يعني ليست الدراسة الأكاديمية بمجال معين هي التي تفضي إلى أن تكون مبدعا أو أن تكون متميزا. في الدرجة الأولى هي الموهبة كأساس، ومن ثم متابعة هذه الموهبة وتطويرها وإيجاد مشروعك الخاص حتى تكون تعبر عن ذاتك، الذات الخاصة والذات الجمعية، وحتى يكون عنده علم هالفنان بالأنواع الفنية طبعًا المختلفة طبعًا الموجودة كمان حتى يقدر نعم. يخلق هالأسلوب الخاص نعم. له. نعم. نعم. سيد محمد، بلشت بالرسم ونجحت بالرسم نعم. ولكن شو شدك لعالم الكتابة؟ أنا إنسان يعني أنتصر لإحساسي بغض النظر عن الوسيط التعبيري سواء كان في مجال الكتابة أو الرسم، ولكن حدث معي إشي أصبح يعني تقليد سنوي، أنه في الشتاء أكتب
نعم. حين يكون في هناك مطر تصعد أو تظهر اللغة لدي وأتجه نحو الكتابة أكثر من الرسم. وفي الصيف لما الطقس بيكون أجمل والطبيعة بتكون أجمل. نعم، وفي الصيف أرسم. فأحد الحوارات اللي أجرت معي فقلت أنه يبدو القصيدة تحتاج إلى قليل من الإعتام واللوحة تحتاج إلى قليل من الإضاءة. نعم. وارتباطي بالكتابة هي كتابة ليلية بالليل. لا أكتب بالصبح ولا مرة. الرسم مختلف، حالة مختلفة جدا، ولكن هي حالة دائما تعبر عنك أنت، تعبر يعني بغض النظر عن أسلوب التعبير سواء كان من خلال الكتابة أو من خلال الرسم، ويعبر عن أحلام الإنسان الفردية اللي تنعكس في التالي. يعني اثنيناتهم وسيلة للتعبير مثل نعم ما قلت. نعم، ولكن نعم. هل بلوحاتك في كلام؟ يعني هل في شعر بلوحاتك؟ وهل في هل بشعرك أو بكلامك عم ترسم لوحة؟ يعني هناك بحث قدمته حول تداخل الشعر، الصورة الشعرية والصورة البصرية، وكان هناك مشروع بيني وبين الراحل الله يرحمه محمود درويش. نعم. وأنجزت هذا المشروع، ولكنه يعني توفي قبل أن يشاهد. فقدمت له تحية بعد موته بعنوان معرض اسمه أثر الفراشة. نعم. وكان هذا المعرض قائم على القصيدة وعلى الصورة الشعرية. فهناك يعني حتى السينما أصبحت الآن تدخل في الرواية وفي الشعر وفي العمل الفني. المخرج السينمائي الحقيقي يستفيد من الكادر، من اللوحة. نعم. وكذلك الفنان التشكيلي يستفيد من كادر السينما. فهي فنون متداخلة، يعني تنبع من نهر واحد ولكن تتشعب وبالنهاية تصب في نفس ذات. نعم. ذات المكان. إذن بالشعر وبالرسم بتعبر. بتعبر. نعم. عن حالات مختلفة وعن واقع بيختلف. نعم. بين مرحلة وأخرى. ولكن هل في إشياء بتقدر تعبر عنها بطريقة أفضل من خلال الرسم وغيرها بطريقة أفضل من خلال الكتابة؟ يعني في أدوات لا تستطيع أن تعبر عنها بالرسم. نعم. يعني في يعني مساحات في الإنسان ممكن الرسم لا يستطيع أن يستوعبها، فيذهب إلى الكتابة للتعبير عنها، أو إلى المقالة الثقافية الناقدة الأكثر قسوة للتعبير عن الواقع الإنساني أو السياسي. نعم. فكنت أنا لدي يعني مناخات متعددة، كنت أكتب المقال بالنقد الثقافي، وفي حالة معينة أكتب القصيدة، وفي حالة. نعم. أخرى حضرتك ناقد مثل ما قلنا هلأ، يعني بتنتقد أو بتعطي رأيك بأعمال غيرك. هل يسمح لفنان يعطي رأيه بأعمال غيره إذا هو بيمارس نفس المهنة؟ إذا كان هناك بعرف أنه واجهت. نعم. بعض الصعوبات بالنسبة لهالموضوع. كون هاي إحنا مثقفين. نعم. يجب أن نكون مثال للحوار، والنص الإبداعي هو نص مفتوح يحتمل التفكيك والتركيب والتأويل والقراءة المتعددة. فعلينا أن نتقن أولا مفهوم الحوار. نعم. حتى نتقبل الآخرون كيف ينظرون إلينا. فإذا كان المثقف لا يستطيع إتقان الحوار، فكيف نطلب من السياسي ومن الإنسان العادي أن يكون محاورا أو متحاورا مع الآخر؟ نعم. سيد محمد، هل بتتقبل انتقاد لأعمالك مثل ما أنت بتعطي رأيك بأعمال غيرك؟ طبعا، أنا قبل ما أقيم أي معرض أدعو مجموعة من الفنانين. نعم. لمشاهدة الأعمال من باب سماع رأيهم، يعني العين الثالثة بسميها أنا. أنه الفنان ممكن يكون في مساحات في أعماله أعمى، ولكن تأتي عين جديدة وتشاهد هاي الأعمال فتلتقط إذا كان هناك خللاً أو إذا هناك كان جمالاً. نعم. فأنا ما عندي مشكلة. العمل الفني بالنسبة إلي أو نص أي نص يعني معرض بالنسبة إلي للهدم والبناء. لا أقدس النص نهائياً. فيجب أن نتقن لغة الحوار ولغة النقد أيضاً، وبدون نقد ماكينة نقدية حقيقية لا يمكن أن يصبح هناك إبداع حقيقي. مش ممكن يكون في حقيقة. طبعا. سيد محمد، بدي أحكي شوي عن الأعمال اللي قدمتها عبر سنين، سلسلة طويلة من الأعمال، بداية من عام 1983 لليوم. قدمت حوالي 20 معرض. نعم. فردي، وشاركت بأكثر من 100 معرض بالدول العربية وحول العالم كمان. لك مؤلفات أدبية وتعتبر من أبرز الفنانين التشكيليين الأردنيين. قدمت إصدارات أدبية
أدبية وإصدارات شعرية، وحصلت على جوائز عديدة بها المجالين عبر السنين. تقدرت بالخارج، ما بعرف إذا على قد ما تقدرت بالدول العربية، عادة الفنانين العرب يتقدروا بالخارج أكثر من ببلدهم، هل هالشي صحيح عندك كمان؟ يعني في يعني الآخر الغربي يتعامل مع منجزك بحيادية، نعم، بشكل مجرد، فهو لا يستند إلى أي مفاهيم إلها علاقة بالقبلية أو بالغيرة من التجاور. فكنت أنا بالخارج مقدر أكثر بكثير من بلدي أو من الساحة الثقافية تحديدا، ويبدو أن هناك يعني في مسألة الغيرة أو ما بعرف شو هي الغيرة الثقافية أو الغيرة على الإنجاز، يعني يحدث هناك خلل حتى بالحوار. وكثير رفعت عليه قضايا لها علاقة بالحريات الإبداعية، وحتى تركت العمل في صحيفة الدستور لعدة أسباب. فالمثقف الحقيقي دائما الذي يعبر عن رأي واضح دائما يتعرض لمجموعة من المضايقات، ولكن أنا محمد العامري لدي القدرة ولدي الاستعداد لدفع ثمن الكلمة الحقيقية وثمن الحرية من أجل الحوار. سيد محمد، كنا عم نشوف على الشاشة بعض أعمالك، بتصور من مجموعة حالة حب اللي ممكن نشوفها حاليا بجاليري رجوان مثل ما قلنا بالبداية. شو بتضم هالمجموعة؟ 21 لوحة زيتية، شو بتجسد؟ أي واقع؟ أجسد واقعي أنا بالتالي، يعني أنا بأدعو العالم عبر هذا المعرض إلى احتراف الحياة، ومن ثم احتراف الحب. يعني حالة حب بأي معنى؟ حالة حب عشق وغرام، أو حب محبة وانفتاح وتفاؤل اللي أنت دايما بتدعي لإله؟ حالة حب بمفهوم المطلق، بمفهوم الإنساني، سواء كان حب المرأة، حب الأرض، حب البحر، حب الحياة. فأنا هاي هي دعوة لاحتراف الحياة واحتراف الفرح، لأننا عالم امتلأ بالخراب وامتلأ بالدمار وامتلأ بالدم. فلا بد من الإنسان أن يقدم جرعة ولو بسيطة من الفرح من خلال عمله الفني. وأنا أكثر شيء انبسطت فيه أنه من خلال متابعتي للحضور كانوا مجمعين على كلمة واحدة، أنه معرض يفرح القلب وجميل جدا وقوي. وهذا الإشي يعني جعل لدي مبرر لمثل هذا المعرض. نعم. ودينا احنا بالفعل بهالوقت، وخاصة بالظروف اللي عم نمر فيها حاليا بالعالم العربي، لا اشياء تخلينا نشعر بهالفرح وبهالتفاؤل اللي انت بتجسدها بأعمالك. بدي اشكر وجودك معنا السيد محمد العامري، وان شاء الله بتكون مجموعة موفقة، ونشوف المزيد والمزيد من الأعمال الناجحة لك بلبنان، وتشرفنا بمعرفتك. أهلا وسهلا. شكرا لكم، شكرا للتلفزيون ام تي في على استضافتي، وشكرا لبيروت شرفتنا، نورتنا. وقفي مشاهدينا، وحلقتنا بتكمل.